باتت قطاعات الناشئين محل الاهتمام الأبرز لدى العديد من الأندية في ظل الارتفاع الرهيب في عقود لاعبي دوري الدرجة الأولى على وجه التحديد، وربما لجأت بعض الأندية مؤخرا إلى الاعتماد على ناشئيها. ولكن هناك فرق وضعت سياسة واضحة ومحددة هي إفراز وتصعيد لاعبين من قطاعات الناشئين الخاصة بهم منذ فترات بعيدة. ورغم أن نادي إنبي تأسس فعليا في سبتمبر عام 1985، ولكنه ظهر كصرح رياضي كبير ومؤثر حين تأهل لدور الأضواء والشهرة موسم 2002-2003. ومنذ ذلك الحين وهو يعتمد على تقديم ما لا يقل عن 5 لاعبين من قطاع ناشئي في كل موسم. ورغم ارتباط الكثير باسم إمام محمدين بوصفه أكثر من تولى قيادة قطاع الناشئين بنادي إنبي وكان كلمة السر في سنوات عديدة، ولكن لم يخيب محمد إسماعيل الرئيس الحالي لقطاع الناشئين بالنادي البترولي الظن فيه حين تولى المسؤولية خلفا لإمام محمدين وصار القطاع على ذات الضرب. ويعد محمد إسماعيل واحدا من أبناء نادي إنبي ويعرف كل شيء داخله. لعب محمد إسماعيل بنادي إسكو في الدوري الممتاز والنجم اللبناني، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري اللبناني لمدة 3 مواسم، ولعب لنادي إنبي في دوري الدرجة الأولى حتى صعود الفريق البترولي للدوري الممتاز. حصل محمد إسماعيل على العديد من الدورات التدريبية ورخصة الاتحاد الإفريقي في التدريب، وتدرج في تدريب فرق قطاع الناشئين حتى تولى نائب رئيس القطاع لمدة سنوات، ثم رئيسا للقطاع اعتبارا من موسم 2020-2021. محمد إسماعيل مدير قطاع الناشئين بنادي إنبي ضيف حلقة اليوم من برنامج الأشبال. ضيف النهاردة واحد يعني من أهم رؤساء قطاعات الناشئين في مصر، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي. إنبي ما شاء الله من يوم ما تم تأسيس قطاع الناشئين بإنبي ما شاء الله مصدر لكل المنتخبات، منتخبات الناشئين الشباب الأولمبي، وكمان لعيبة ظهرت في المنتخب الأول، مصدر كمان لكل الأندية في مصر. كمان لما بنتكلم عن إنبي، الفريق الأول بنادي إنبي ما شاء الله بيعتمد اعتماد كلي على أبنائه من القطاع، فمن هنا بنقول تحية لكل المسؤولين منذ تأسيس هذا القطاع. نهاية إلى ضيفي وضيفكم النهاردة الكابتن محمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين بإنبي. تحياتي لك يا كابتن محمد. تحياتي لك كابتن أسامة، وتحياتي لكل الموجودين في قناة النادي الأهلي، قناة محترمة وبرنامج تحديدا عامل شغل كويس جدا في القطاع، وأنا بحييك وعلى المقدمة الجميلة دي، وإن شاء الله تبقى يعني برنامج النهاردة يبقى لذيذ على المستمعين. وأتمنى النهاردة أن احنا نقدر نوضح شوية حاجات ونضيف شوية حاجات تكمل المسيرة اللي احنا عايزين نكملها إن شاء الله. يعني إن شاء الله. قبل ما نتكلم عن القطاع، سمعت في التقرير كابتن محمد إسماعيل ابتدى في إسكو، بعد كده في النجم اللبناني، ما شاء الله 3 سنين أفضل لاعب في الدوري اللبناني، بعد كده بيتك بقى إنبي. والله يعني هي البداية طبعا كنت أنا من ناشئين إسكو من الصغر يعني، ولعبت دوري ممتاز وأنا سن صغيرة جدا، وكان كابتن بقى احمد ابو رحاب، كابتن حمدي نوح، الناس الكبيره عطيه شحاته، ياسر محمدي، حسين السيد، مجموعه كبيره جدا، جيل كان جيل فعلا قوي، كان حاجه مميزه يعني. وبعد كده احترفت، رحت نادي تضامن بيروت، كان كابتن احمد ابو رحاب مدير فني وخدني معاه. فالسنه الاولانيه لعبت النادي اسمه تضامن بيروت، كان فضل في الدوري تقريبا فرق بونت. الموسم اللي لعبنا ماتش فيصل على بطوله الدوري العام ضد فرقه الانصار، هناك جماهير النجمه هي اكبر جماهير في لبنان اعتقد يعني. جماهير كتيره وغفيره جدا، عامله زي النادي الاهلي هنا، بيفكروني على طول بالنادي الاهلي. ما هو الدرب هناك النجمه والانصار، النجمه والانصار هم هناك، حتى هم النجميه وكلهم هتلاقيهم اهلاويه. يعني هم اغلبيتهم هتلاقيهم اهلاويه. فكانوا ابتدوا يكلموني عشان اروح العب في النجمه وكده، فقلت لهم ان شاء الله. فنزلت كابتن عصام بهيج في التوقيت ده، اتفقوا نادي النجم اتفق مع كابتن عصام بهيج ان هو يبقى المدير الفني، الله يرحمه كابتن عصام بهيج يعني، الله يرحمه، ان هو يبقى المدير الفني. فلقيته بيكلمني في التليفون، قال لي انا مسكت الفرقه ولازم تبقى معايا. المهم قلت له ماشي اوكي. ابتدينا، كان ساعتها بقى جاب هو من نادي الزمالك كابتن طارق يحيى وكابتن حمد عبد اللطيف، وكان في لعيب اسمه اشرف الموجي من المنصوره،
رحنا عملنا مواسم رائعه. انا كملت، انا قعدت اكتر واحد تقريبا. الناس هناك بيحبوا مصر، دي حاجه بيحبوا المصريين قوي. انا اندمجت قوي معاهم، قعدت استمريت حوالي 5 مواسم في لبنان، ودي مده كبيره جدا. ويمكن انا اللاعب الوحيد وانا راجع كتبوني اقرار في الاتحاد اللبناني ان انا لو رجعت ما ينفعش العب على النجم اللبناني. هو طبعا بس يعني من حبهم هم فعلا ناس محترمه. وكانت كابتن زيزو وعبد الرزاق شاف لعب برضه هناك، لعب هناك. هو اكتر حد مشهور هناك كان الكابتن محسن صالح. محسن صالح طبعا هناك كان عشان ده حقه يعني. حتى انا قبل ما سافرت كنت في معسكر هو جه سلم عليهم، اتكلمنا شويه، ومن الناس اللي بيعشقوه هناك كابتن محسن صالح. يعني بعد العوده من النجم اللبناني، انا كنت طبعا موظف في شركه امبي وسبتهم ورحت خدت اجازه ورجعت. فرجعت اصروا ان انا العب انديه، كان هم بقى نشأوا كنادي، انا كنت بنلعب شركات. اصروا ان انا لازم اكمل، فرجعت كان عندي تقريبا 31 سنه وشويه. لعبت بقى لغايه 38 سنه، لغايه ما الفرقه صعدت دوري ممتاز. خلاص بقى كان كفايه كده يعني. ندي الجيل اللي جاي، الجيل اللي جاي بقى كان خلاص الواحد جاله حاله تشبع يعني. ف بعد الاعتزال بدات رحله جديده وهي تاسيس قطاع ناشئين في نادي انبي. بداته من البدايه ما شاء الله منذ اللحظه. ابتدى سنه كام تاسيس قطاع الناشئين بقطاع انبي؟ ابتدى تقريبا سنه، احنا النادي 85، هو ابتدى تقريبا 2002 حاجه كده يعني. ابتدي كان الكابتن امام طبعا موجود، وانا بحيي له وارسل له تحيه هنا. الكابتن امام وحشني جدا، بقالي كتير ما شفتوش. بس هو يعني فعلا جالنا حلقه قبل كده الكابتن امام. اما تقول قطاع ناشئين انبي لازم على طول تقول الكابتن امام محمدين، لانه فعلا حد محترم وحد عامل شغل كويس قوي في الحقيقه يعني. فكان كلفني انا والكابتن طارق عبد الله المدير الفني 2003 ان احنا نلف مصر نبتدي نكون في القطاع. وابتدينا فعلا كوننا حوالي فرقتين ثلاثه. يعني ابتديتوا الاول القطاع مش بكل فرق؟ لا مش بكل فرق، فرقتين في الاول. فرقتين، 3 فرق تقريبا. وعشان تبقى فرقه تحت الفريق الاول عشان نحط فيها الناشئين يعني. وابتدت هنا القطاع الناشئين ابتدى يتكون من ساعتها، واحنا ابتدينا بقى نخش قطاع الناشئين بقوه يعني. كابتن امام محمدين كان معايا في حلقه، قال لي واحنا لسه بنبتدي المشوار وبنكون، كنا بنحط النادي الاهلي برضه هدف لينا، بنشوف النادي الاهلي بيعمل ايه. احنا كان النادي الاهلي بالنسبه لنا تارجت، عايزين مش نوصل له، عايزين بس نبقى نقول نبقى ربعه، نبقى يعني احنا اللي نافعنا ان احنا استغلينا النادي الاهلي وابتدينا من حيث ما النادي الاهلي واقف. يعني سالنا في كل الاتجاهات، في النواحي الاداريه والنواحي الفنيه واستقطاب اللاعبين وكل الحاجات دي، وابتدينا من الاهلي واقف فين. ده اللي نفعنا عشان ابتدي صح، ونفعنا فعلا الموضوع ده. واحنا كنا طول الوقت بنحب تملي بالنفس القوي، واحنا كمنطقه القاهره، انا بتكلم طبعا منطقه القاهره عشان في انديه كتيره قويه طبعا، بس انا بتكلم في القاهره، كان النادي الاهلي بالنسبه لنا هو الهدف. مجرد ان انت تبقى تنافسه بس حتى اسما، ده كان بالنسبه لنا هو ده الطموح الاولاني. وكل ما الطموح بنحققه بنعلى بالطموح بتاعنا شويه. هو ده اللي نفعنا يعني في القطاع. ابرز اللعيبه بقى اللي مرت على الكابتن محمد اسماعيل في مشوارك كده من 2002 اللي ابتدى مع قطاع الناشئين من نادي انبي دلوقتي، طبعا في لعيبه كتير واجيال كتير وما شاء الله نجوم، نجوم في تاريخ الكره المصريه. صحيح. ابرز اللعيبه اللي مرت عليك وقتها. والله انا عايز اقول لك ان كلهم طبعا مروا عليا، كل اللعيبه اللي حضرتك، بس الاسامي انا مش عايز انسى حد. أنا بس عايز اقول علشان الناس تعرف، ما انا هقول لحضرتك قطاع الناشئين نادي انبي ده حاجه منجم من ذهب زي ما بيقولوا. دي حقيقه يا كابتن اسامه. وطبعا عايز اقول لك من اول محمد عبد الشافي، ناس كتيره جدا ما تعرفش ان محمد عبد الشافي باك ليفت نادي الزمالك ومنتخب مصر، هو ناشئين انبي. ناشئين انبي وراح المحله، وبعد كده من المحله راح على يعني من اول. انا بكلمك على الناشئين عشان في ناس جت لعيبه، انما بقى صالح جمعه، عبد الله جمعه، كهربا، مجدي قفش، صلاح محسن، احمد رفعت، لعيبه كتيره جدا مش عايز. ابو جبل يعني، انا هديك مثال. انا كنت بمرن فرقه 87، فرقه 87 دي من اهم الاجيال اللي جت نادي انبي، الجيل ده اللي هو بتاع شريف حازم وسامح فضيل ورامي صبري وشمامه. تخيل الاربع تجوان اللي كانوا موجودين في الفرقه دي مع بعض، هو في واحد كان اصغر شويه في جيل 87. في جيل 87 ده مين؟ مين بقى؟ مهدي سليمان، عامر عامر، علي لطفي، ابو جبل. ده ما شاء الله دلوقتي الاربعه نجوم الدوري الممتاز، كانوا فرقه واحده. فرقه واحده.
فتخيل ده جيل يعني. فكل انا بقول لك ودي اسامي كانت موجوده. الحمد لله كابتن اسامه ما فيش نادي تقريبا في مصر دلوقتي ما فيهوش لعيب من انبي على الاقل. وانا تملي في ناس كتيره بتقول يعني قطاع الناشئين بياخد انبي بياخد بطولات انا بالنسبه لي البطوله المهمه ان انا اللعيب اللي انا بطلعه ده ما هو مش مهم يلعب في انبي بس هو بيلعب لكل انديه مصر حقيقة. فاحنا القطاع دي مسه ان احنا بنبني لعيب كويس. كان بيطلع علينا في توقيتات كتيره كابتن اسامه ان احنا التسنين والتزوير. صدقني والله يا كابتن اسامه مش عشان انا انبي احنا كنا بنعمل حاجات يعني ناقص كنا مش هتطلع كم العدد من المواهب دي كلها ما ينفع انت ما ده اللي انا عايز اقوله لو احنا لعبتنا مزوره ما يكملوش الكوره. احنا تقريبا قطاع مش هقول الوحيد احنا من ضمن القطاعات اللي قليل لعبتها بتكمل في الكوره. كل القطاع الناشئين عندنا اذا ما كملش في الفريق الاول هتلاقيه في دور الممتاز كله. مفيش فرقه يا كابتن اسامه ما فيهاش لاعب من انبي. وده طبعا كلنا من الاهلي برضه عشان الناس تعرف اهميه قطاع الناشئين في نادي انبي لما بنتكلم عن الاهلي والزمالك. يعني الاهلي من اكبر الانديه في مصر. الاهلي الاهلي يعني الاهلي بص في مين اكرم توفيق أكرم بسم توفيق. الله ما شاء الله يعني اخر حاجه دي علي لطفي صلاح محسن كهربا افشه حمدي فتحي ما كانش من الناشئين يعني بس بس انا بقول لك ده حاجة بسيطة. أكبر نادي في أفريقيا مش في مصر بكلم على أكبر نادي في أفريقيا في خمسة من الناشئين. الزمالك في محمد عبد الشافي وفي جبل. أبو جبل وفي مين تاني مش فاكر اسم تاني بس كان في مجموعة جديد الاتحاد السكندري مثلا في ناس كتير أحمد رفعت يعني في فيوتشر صلاح على فكرة مروان محسن برضو عدى على قطاع الناشئين في إمبي. من قطاع الناشئين إمبي هو مش عدى هو من قطاع الناشئين إمبي كل اللعيبه دي. طب عايز اسال بقى عن قصه كهربا. قصه كهربا طبعا انتوا كنتوا مستنيين ودي كانت دايما موجوده كابتن امام. دي كابتن امام دي بصراحه من حاجات بقى اللي هي المميز فيها في الحقيقه يعني. لا انا كنت عايز بس عشان الناس تعرف الموضوع النهارده النادي الاهلي لما بيدمج فرق كان المسؤولين في إمبي بيستنوا مين اللي ماشي. هقول لك على سر صغير. أيوة. احنا كنا بنبعت ناس اساسا في الاختبارات في النادي الاهلي في بدايه ما ابتدينا كنا بنبعت ناس مدربين من عندنا موجودين في الاختبارات بتاعه النادي الاهلي علشان تشوف اشوف اللي بيمشي مجرد ده اللي في الاختبارات. اما عرفنا بقى ان الاهلي بيدمج انديه وكده والسن بتاع مواليد 94 بتاع كهربا ده ده مجو مع سن تقريبا 93 اعتقد حاجه كده يعني في لعيبه مشيت وقتها فمشوا لعيبه كتير. احنا خدنا ساعتها صفقه في التوقيت ده خمس لعيبه من ضمنهم كهربا وبقى كهربا هي بتبقى محتاجه بس شويه. احنا كنا مركزين قوي في الفتره دي بنركز في اللعيب الكويس عندنا عيون كويسه. قال لي بدل ما اجيب لسه لعيب نبدا نعلمه النهارده حتى لو لعيب ماشي من النادي الاهلي هيكون متعلم وجاهز وعنده ثقافه الملعب وعنده خبرات يعني. فالنهارده هبتدي مع واحد خلاص اوريدي عنده ده في البدايه. انا بقول لك كنا احنا في البدايه كنا عندنا هدف ان احنا عايزين نمشي زي النادي الاهلي ما هو ماشي. فطبعا اي لعيب بيجي من النادي الاهلي حتى لو النادي الاهلي ماشيه بس بالنسبه لي كبدايه ليا هيبقى حاجه كويسه. وبالتالي انا ابتديت امشي سنه 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 لغايه ما الحمد لله القطاع عندنا يعني بقى هو بقى يدي للنادي الاهلي يعني حقيقة. يعني دي من ضمن المزايا اللي احنا اكتسبناها في الحياه في البدايات يعني. من الحاجات اللي بتنجح اي قطاع كابتن محمد البنيه التحتيه الامكانيات. ما شاء الله نادي انبي عنده امكانيات كبيره صراحه. النهارده عندك يعني ارض مختصه لقطاع الناشئين صح كده؟ صحيح. في الماظه في الكيلو 4.5 تمام مختصه لقطاع الناشئين بنادي انبي غير النادي دي تأسست من فترة من زمان. عندك النهاردة كل الإمكانيات في المكان ده. عندك ملاعب عندك مطاعم جيم عندك غرف ملابس عندك كل الإمكانيات في المكان ده. انت حضرتك اتكلمت في حتة فعلا مهمة كابتن أسامة. طب عايز أتكلم فيها باستفاضة لكن بعد الفاصل. تمام بعد الفاصل. البداية هايلة كل الفرق استعدت كويس قوي ما بقتش اعرف نتيجه المباراه زي الاول. كل الاجهزه بشكرها على الجهد اللي هم عاملينه بجد في شغل كويس بالنسبه لقطاعات الناشئين ورؤساء القطاع عاملين شغل كويس في كل المنظومه. اعتقد المنافسه السنه دي هتستمر لحد اخر مباراه في الموسم لان استعداد الفرق قوي جدا وكل الفرق ابتدت تستعد كويس قوي مفيش حاجه بقى فيها فوارق كتيره غير بس يعني يمكن ما حدش يزعل مني غير بس الحاجات اللي بنشوفها او اللي بتقابلنا اللي هي ممكن يبقى اعمار سنيه مختلفه شويه في بعض الفرق ودي بنعاني منها. نتمنى موسم
جميل على الناس، ونتمنى ان ربنا يكرم الجميع، واتمنى الفرق انبي كلها ان هي تحظى ويكون لها نصيب الاسد في البطولات ان شاء الله. والله احنا حد دلوقتي احنا في الاسبوع الخامس، فيمكن الامور مش باينه قوي، هتلاقي فرق ممكن ما كانتش في الصوره السنه اللي فاتت، النهارده الجدول مثلا مساعدها في ترتيب الماتشات بتاعتها، فتلاقيها محتله مكانه كويسه، لكن اعتقد ان شكل المنافسات كلها يمكن تبدا تستقر عليها مثلا ابتداء من الاسبوع ال 12 وانت طالع، هيبقى الشكل ابتدى يبان ان شاء الله. احنا بدانا الموسم بفتره الاعداد، عملنا في قريه الاسيوطي معسكر لمده اسبوع، وبدانا مباراه الوديه، وبعد كده دخلنا في الرسمي ولعبنا مع النادي الاهلي، وكان ماتش كويس، وكان مذاع قناه النادي الاهلي، واحنا هدفنا كله ان شاء الله احنا نقدم لعيبه للدرجه الاولى. احنا لو حضرتك لاحظت احنا في نادي انبي اكتر لعيبه في الدرجه الاولى في الدوري الممتاز هي لعيبه نادي انبي، حتى الفريق الاول وفي بقيه الانديه، حتى النادي الاهلي مجدي قفشه واكرم وصلاح محسن من لعيبه نادي انبي. ان شاء الله احنا السنه دي هنطلع لعيبه كتير قوي للفريق الاول في انبي والمنتخبات ان شاء الله. احنا عندنا هنا قطاع بصراحه منظومه مميزه، يعني قطاع الناشئين في نادي انبي، وعلى مدار سنوات الكابتن ابراهيم محمد المدير الاداري والكابتن محمد اسماعيل رئيس القطاع عاملين الحمد لله رب العالمين، واقفين جنبنا على طول وداعمين بصفه مستمره. لكن لا، بطوله قويه، المسابقه 18 فريق بيلعبوا نفس الفرق الموجوده في الدوري الممتاز، فانا بعتقد والله اعلم يعني ان المسابقه دي هتعمل نواه، هتلاقي من عناصر كتيره من 2007 في التشكيله الاساسيه لفرقه 2006 في المنتخبات. اهلا بحضراتكم من جديد، ده كان حديث المدربين عن العمل داخل انبي. كابتن محمد ما شاء الله عندكم مدربين محترمين. الحمد لله رب العالمين، دي برضو من الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها كابتن اسامه، ان المدرب لازم انت بتنقي مدرب كانك مربي، حد هيعلم طفل حاجه، فلازم بيبقى بعنايه شديده جدا. ويمكن اخر سنه قبل ما يمشي الكابتن امام كنت متفق انا وهو على حاجه كده، قلت له يا كابتن زي ما بنروح ننقي اللعيبه عايزين برضو نبقى نروح ننقي مدربين، كنا متفقين ان احنا ايه قبل نهايه كل موسم نروح نبص كده. حلوه قوي ده، عجبتني. والله كمان واحنا بننقي اللعيبه عايزين ننقي المدربين. طبعا، لان انت ساعات بتسمع كابتن اسامه ان المدرب ده كويس جدا وعامل نتائج، بس ممكن يجي يخش عندك المنظومه ما تلاقيهوش يمشي من المنظومه حقيقة. فالموضوع ده مهم، فاحنا بنهتم جدا بالحته دي، واعتقد ان الحمد لله يعني يمكن كل سنه ممكن يخش مدرب جديد واحد بس ولا حاجه. احنا المدربين اقل مدرب يعني بقاله مثلا 10 سنين في القطاع موجود، وموجود بشغله باجتهاده، واحنا المدربين طبعا اكيد عندهم خبرات كتيره وكلهم واخدين مع كل مرحله وكل سنه، واخدين دراسات ومؤهلين تاهيل عالي جدا يا كابتن اسامه في الحقيقه. يعني في الحقيقه كويس. انا بس كنت عايز حضرتك السؤال اللي قبل الفاصل. ايوه، ما انا عايز ارجع له، كنت مستني بس نقطه المدربين. البنيه التحتيه ما شاء الله نادي انبي يمتلك بنيه تحتيه قويه، ملاعب نجيل طبيعي، نجيل صناعي، جيم، عيادات، مطعم، ما شاء الله حاجه احترافيه. احنا كبيرة. الحمد لله النادي عندنا اللي هو بقى اسمه مقر الاجتماع الرياضي دلوقتي في تقريبا كل حاجه يحتاجها لاعب الكوره. يعني عندنا ملعبين كبار بيتلعب عليهم بطولات الجمهوريه، واحد نجيل طبيعي وواحد نجيل صناعي، غير ملعب للبراعم يعتبر قانوني برضو، ده مخصص البراعم، محدش ينزل عليه غير اللي هم القطاع البراعم اللي بحيي من خلاله كابتن جمال السيد قايم بدور كويس، هو كابتن الليسي مختار وكل الجهاز اللي معاهم، معاه احمد سمير بيب وايهاب دسوقي، عاملين شغل بصراحه رائع في قطاع البراعم لوحده. فاحنا عندنا بنيه تحتيه كابتن اسامه مميزه في الحقيقه. عندي عياده طبعا موجوده في قلب النادي. حلو. عندي جيم طبعا للولاد في قلب النادي، عندي مطعم بتاع الولاد، يعني ما فيش حاجه اسمها يخرج بره، الاكل موجود بيخش المطعم بتاعه ياكل، عندي ساونا وجاكوزي جوه النادي، استشفى. عندي كل حاجه يحتاجها لاعب الكوره البروفيشنال، ما بالك انا بعمل ده لقطاع الناشئين. يعني الحمد لله عندنا بنيه تحتيه كويسه جدا. الفتره الاخرانيه برضو بصراحه جالنا حاجه في المقر وفي النادي، استاذ ايمن الشريعي جه عمل طفره كبيره جدا في المقر من ناحيه الخدمات، وفر لنا كل حاجه في الحقيقه بالنسبه للاعب الكوره، حتى الاولياء الامور عمل لهم يعني اعداد جميله. الناس الفتره الاخيره النادي تطور، بيخدم الجزئين، الجزء الاجتماعي والجزء الرياضي، فدي حاجه النادي بيساعد بيها، دي حاجه برده مش اي حد يشوفها. حضرتك برده عشان فاهم البنيه التحتيه عندنا من اهم حاجه ممكن تساعدنا احنا كفنيين نطلع لعيب كره محترم. واكيد لما يكون في كل التسهيلات دي موجوده وكل الامكانيات
لازم برضو اكيد في اداره. معانا دلوقتي على التليفون الاستاذ محمد غرابه نائب رئيس نادي انبي والمشرف العام على قطاع الناشئين بنادي انبي. تحياتي ليك يا استاذ محمد. كابتن اسامه ازي حضرتك اخبارك ايه؟ تحياتي الكابتن محمد اسماعيل ايضا. تحياتي ازيك يا استاذنا؟ كل سنه وحضرتك طيب. لسه سايبه حالا والله يا كابتن. على طول متواجد في قطاع الناشئين لسه بنادي انبي طبعا. ما بيسيبش القطاع. والله ربنا يبارك لكم كده وكلام جميل يا محمد والله وجنانه جميله يا كابتن اسامه انا بحييك عليه لان ده اول برنامج. لا انا بس عايز اقول لك حاجه كابتن اسامه غرابه من الناس اللي هو فعلا حد محترف جدا وفاهم جدا وبسندنا بطريقه بصراحه جميله جدا على طول في اي مشاكل للقطاع او حاجه تلاقيه اول واحد موجود وبيحاول يحلها وقريب حتى من اللعيبه كمان دي حقيقه يعني فهو من الناس. خلي بالك انا شهادتي هتكون مجروحه في لا انا هو من الناس اصدقائي المقربين جدا وعارف طبيعه عمله طبيعه على فكره اهتمامه دايما وحبه لنادي امبي. لا هو طبعا بيحب النادي جدا وبيحب القطاع خاصه هو المهندس مصطفى النادي اللي بوجه له تحيه من هنا وهو وكل الاعضاء المجلس شريف ابو الغيط وعصام زيدان وعمرو ماجد نجاتي والاستاذ مصطفى الامير يعني المجموعه كلها فانا بحييهم من هنا يعني. يا استاذ محمد اكيد في تنسيق كبير ما بين الاداره وما بين كمان قطاع الناشئين. التنسيق ده شايفين نجاحات كبيره منذ انشاء قطاع الناشئين بنادي انبي من 2002 ل 2021 دلوقتي. كابتن اسامه اول حاجه بس انا بحييك على البرنامج اللي انا الجميل اللي انت عامله بصراحه ودي حاجه بتسلط الضوء على 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 الناشئين بوجه عام في مصر وده يعني ده دي حاجه احنا محتاجينها جدا 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 حتى المفروض دي تبقى مسؤوليه الاتحاد الكوره ان يبقى فيه تسليط الضوء على قطاع الناشئين في جميع الانديه بسبب بسيط جدا لان الناشئين هي ده العمود الاساسي بتاع الفرق القوميه وبتاع الانديه كلها فمن من 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 تطوره او عرض مشاكله او ظهوره الاعلامي ده هيفيده بشكل ايجابي جدا 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 فانا بشكرك نمره واحد على البرنامج الجميل ده وربنا يوفقك دايما كده ان شاء الله وتبقى في التطور المستمر. ربنا يخليك. التنسيق بقى الكبير اللي بيتم بين الاداره والمسؤولين في انبي وكمان قطاع الناشئين ما شاء الله بقول لك في نجاحات كبيره لسنوات طويله في هذا القطاع. النجاحات كمان ما شاء الله عائد بالملايين بالنسبه لنادي انبي. بص انا مش يعني طبعا الاداره من اول ما ابتدى النادي اللي هي كانت مهتمه جدا بقطاع النادي لان هو ده البذره الاساسيه لفريق اول ما نقول عنه. صحيح. تمام؟ فاهتمامنا بيه كان من البدايات خالص يعني احنا من اكثر الانديه المهتمه بقطاع النادي في مصر بالذات تمام؟ فبشكر جميع الادارات السابقه والحاليه كمان احنا في المجلس الحالي بنهتم جدا بالقطاع ده لان احنا ربنا كرمنا في السنتين او الثلاثه الاخرانيين ان احنا النهارده الفريق الاول مطعم بعناصر لا تقل يعني عن عدد مثلا 10 او 11 لاعب مقيدين في الفريق الاول يتلعب فيهم دلوقتي حالا اساسي على الاقل اربعه او خمسه منهم بيلعبوا اساسي فده كان 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 كان, كان يعني بسبب شيء فهو بسبب التكاتف اللي احنا بنتعامل بيه وبسبب الاداره كلها ان احنا ورا كابتن محمد ورا قطاع الناشئين ان ربنا يكرمنا دايما ونطلع ذخائر ولاعبين من الطراز الاول في مصر وفي نادي انبي وفي الانديه كلها. ما شاء الله يعني في نجاحات كبيره وزي ما بقول لك يا استاذ محمد يعني قطاع الناشئين بنادي انبي بيحقق نادي انبي ملايين الملايين. ابرز المشاكل اللي انت بتشوفها وانت يعني مشرف عام ومتابع جيد كمان لقطاع الناشئين بنادي انبي، ابرز المشاكل اللي انت يعني بتشوفها ونفسك يتم تطويرها في هذا القطاع. والله يا فندم انا يعني كابتن اسامه هي المشاكل دي على 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 المستوى العام احنا عايزين نتطور لان موضوع التطور ده بحر واسع جدا. حقيقي. تمام؟ يعني ابسط مثال احنا كنا بنفكر فيه والاداره كلها كانت بتفكر فيه ان احنا نعمل تاهيل نفسي ندخل تاهيل النفسي للعيب. ندخل اللغه للعيبه اللغه كويس قوي انت عندنا مشكله عشان اللعيب لو احترف بعد كده بالظبط مشكله قويه جدا ان انت معظم اللعيبه عندنا ما يعني مش هنقول ان هي بتعرف لغه ثانيه ولكن اللغه الثانيه ده بقى شيء وارد شيء اساسي عشان تسهل على اللعيب الموضوع الاحتراف. دي حاجه ثاني حاجه ثالث حاجه النظام الغذائي يعني انت عايز حاجه تبقى مانيوال لان انت النهارده لو احنا اتكلمنا في شروط الترقيص بتاعه الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد الدولي بيبقى ليهم كريتيريا معينه لازم تتطبق فلازم النهارده الاتحاد يفرض على كل الانديه ان الشروط دي لازم تتطبق لانها تتماشى مع التطور الطبيعي بالنسبه للاحتراف للانديه المحترفه في العالم كله.
وما يمثلها وما يطابقها في قطاع الناشئين. فالحاجات البسيطه دي كلها احنا بنواجهها لان احنا ما عندناش الامكانيات، مش ما عندناش الامكانيات الماديه، ولكن ما عندناش المؤهلين ان هم يعملوا حاجه زي دي. فعايزين نبقى فيه نوع من انواع التطور ونوع من انواع الاضافه للقطاع في الحاجات اللي بتساعد اللاعب ان هو يتاهل ان هو يلعب بره ويحترف. زي محمد صلاح، يعني محمد صلاح هو علم نفسه بنفسه. احنا مش المفروض ان اللاعب هو اللي يعلم نفسه بنفسه، المفروض ان يبقى النادي المسؤوليه الاجتماعيه بتاعته والمسؤوليه المهنيه بتاعته ان هو يعلم اللاعب عشان يعرف يحترف بره. لان احنا عندنا كنز في مصر كلها، مش بس في قطاع الناشئين بتاع نادي انتي، احنا عندنا كنز كبير جدا جدا من اللعيبه فاهم بتهدر وبتروح عشان حاجات صغيره بالشكل ده. وانا بعتبر قطاعات الناشئين في الانديه منجم من ذهب. اخيرا يا استاذ محمد، شايف اعتماد الكابتن حلمي طولان ما شاء الله على 11 لاعب من قطاع الناشئين ده شيء عظيم وشيء يحسب للقطاع، اعتماده على 11 لاعب للفريق الاول شايفه ازاي؟ ده استراتيجيه يا فندم، وهي دي بقى دور الاداره في القصه دي. حضرتك النهارده حضرتك المدير الفني لما تيجي تتفق معايا تقول له احنا عندنا كنز ده، احنا عندنا 1 2 3 4 هنطلعه لك في المراكز الفلانيه، عندنا انت البديل بتاعك، احنا عندنا بنعمل بديل 1 و2 و3 في كل مركز من القطاع. وبيطلع وبيثبت جدارته وبنعمل معاه عقود وبيلعب كمان. فاهم قصدي؟ فطبعا ده انجاز ان انت تلعب. احنا ابسط مثال كان ماتش بيراميدز اللي احنا تعادلنا فيه، كان في 8 من الناشئين بيلعبوا. وده شيء يحسب للقطاع طبعا. طبعا طبعا يعني مجهود وراه شغل كتير جدا 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 لا يقل اهميه عن الفريق الاول، مجهود كتير جدا ومبذول بصراحه بنتعب فيه جدا وبنحل مشاكل وبنطور وبنحاول نطور فيه عشان نقدر نواكب حتى الانديه المحترفه خارج مصر. وان شاء الله ربنا يكرمنا وتبقى امس دايما في الصداره في قطاع الناشئين، وده بمجهود برضه كابتن محمد اسماعيل وكل اطقم العمل، وبشكرهم من البرنامج عند حضرتك وبشكر الاداره اللي بتدينا الدعم كله كامل عشان نعرف نطور القطاع ونعرف يبقى على المستوى ويفضل على نفس المستوى بتاعه زي ما هو موجود باذن الله. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد غرابه نائب رئيس نادي انبي والمشرف العام على قطاع الناشئين. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين في حوارنا مع ضيفي الكريم الكابتن محمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين بنادي انبي. منافسة قوية بين دجلة وسموحة وفي الأهلي وفي الإسماعيلي، في فرق كتير، فالنهاية مسابقة قوية. أحب أشكر الجهاز الفني بتاعنا والجهاز الإداري المنظومة بتاعت نادي إنبي على الموسم المحترم اللي بادئين بيه السنة دي، وعاملين فترة إعداد محترمة، وإن شاء الله البطولة تبقى بتاعتنا. ويعني الحمد لله مسابقة محترمة. إحنا كنا بنلعب دوري منطقة، حاليا إحنا بنلعب دوري الجمهورية، دوري جمهورية مواليد 2005. ما كانش موجود الكلام ده كله، منافسات والحاجات دي كلها، والفرق دلوقتي بقت متساويه وما شاء الله يعني غير دوري المنطقه خالص. وحاليا ان شاء الله الدوري افضل حاليا ان شاء الله يبقى بتاعنا. طبعا فتره الاعداد الجهاز الفني كله تعب معانا من سفر من مكان لمكان. طبعا نادي انبي مش محتاج حد يتكلم عليه، طبعا نادي انبي معروف باسمه. طبعا كل بطوله بنخشها لازم ننافس عليها، والبطوله السنه دي كل فرقه داخله عايزه تاخد اول. طبعا فتره الاعداد كانت صعبه جدا، كنا بنجري من الساعه 5:00 الفجر، والحمد لله ربنا كرمنا في اول ماتش كسبناه وحصل كده دروب يعني، وان شاء الله هنرجع تاني. لا في كتير، كل اصل السنه دلوقتي ما فيش انديه قوي، كله اللي عنده الناس حلوه في الانديه هي اللي بتنافس، مالوش علاقه مثلا لو هو فرقه وحشه في الفريق الاول وكده، كله بينافس، اللي عنده مواهب بينافس. وبدايه الموسم يعني ما بدانا اول ماتش حلو، بس تاني ماتش وتالت ماتش ورابع ماتش حصل دروب بسيط كده، بس احنا ان شاء الله هنعوض يعني وهنرفع مستوانا تاني الاول. طبعا يعني دوري الجمهوريه ده بيديك يعني بص ثبات انفعالي تعامل تحت الضغط وحاجات يعني حلوه جدا، يعني تجارب حلوه، يعني كلنا هننافس على البطوله، يعني مهما كان الفريق الاول بتاعك وحش او حلو كله هينافس على البطوله عشان ناشئين هتبقى كلها بقى قويه، يعني دوره حلوه يعني. اهلا بحضراتكم من جديد، بجد تحيه بضيفي الكابتن محمد اسماعيل. كابتن محمد، لفت نظري في التقرير بتاع اللاعبين اللاعب الاخير علي ايهاب. علي ايهاب لما ذاعنا مباراه 2006 هنا على قناه الاهلي، دي حقيقة. ما شاء الله لعيب لفت نظري وقتها، لعيب مميز. علي ايهاب من اللعيبه اللي ان شاء الله خلال سنتين ثلاثه هتسمع عنه وسامع كويس قوي، هو وغيره طبعا، بس هو علي ايهاب من اللعيبه فعلا مميزه جدا. بيلعب بلاي ميكر، هو لعيب من اللعيبه اللي تكيفها الكابتن اسامه، عنده رؤيه
عنده قرار في الملعب يعني. لعيب لا الكره يا كابتن اسامه اللعيب اللي بيبقى عنده قرار في الملعب ده بقى عمله نادره. هو ممكن يبقى لعيب كويس قوي بس ما عندوش قرار، ما بيعرفش ياخد القرار امتى او ازاي. علي من النوعيه اللي بيعرف ياخد القرار امتى وازاي، والنوعيه دي من اللعيبه هي اللي بتكمل في الكوره. علي ايهاب انا بتنبأ له مستقبل باهر، هو ومحسن الفرود وكمل. انا مش عايز محسن اشرف مش عايز اتكلم بس انسى اسامي، بس فعلا احنا زي ما بقول لك كابتن اسامه اللعيبه عندنا احنا بنتعامل معاها بشكل مختلف دلوقتي. احنا بنحاول عرفنا دورنا كويس قوي ان احنا نصعد اللعيبه سواء الفريق الاول الانبي او لانديه مصر، وخاصه كمان بنشتغل على المنتخبات يا كابتن اسامه. ما هي دي بقى يحسب دلوقتي لقطاع الناشئين بنادي انبي. لما بنتكلم على منتخب 2003 اللي بيلعب النهارده في تونس، في تونس سبع لاعبين موجودين في القائمه النهائيه، ده يعني شيء عظيم. ده واعتقد يا كابتن اسامه ان شاء الله ان شاء الله على دخول المنتخب ده في البطوله الافريقيه الاساسيه بتاعته هيبقى فيه اكتر من عدد ده من لعيبه انبي، لان عندنا فرقه 2003 ومش عشان انبي خالص، انا بتكلم بقى بحد متخصص في الكوره في كره القدم يعني. جيل 2003 في انبي جيل مميز بشهاده خبراء الكره في مصر كلهم، كل الخبراء. احنا عندنا الجيل ده جيل مميز جدا بنفس الجيل بتاع 87 زي ما كنت بحكي مع حضرتك. فالجيل ده اعتقد ان هيبقى فيه اكتر مش اقل من 10 لعيبه في المنتخب، والجيل ده هيكمل في الكوره في كل الانديه يعني، هيبقى من الاجيال المميزه في النادي انبي يعني في الحقيقة. ان شاء الله. عايز عشان وقت برنامجنا نقطه مهمه اتكلم فيها. اتفضل. وانت النهارده راجل خبير في المنطقه دي، قعدت فيها سنوات طويله وليك رؤيه. المشاكل الموجوده النهارده انا بستغرب لما اشوف التغييرات في الدوري الممتاز خمسه، واشوف في قطاعات الناشئين او في مباريات الناشئين ثلاثه بس. هل النهارده من الاولى يكون موجود خمسه في الدوري الممتاز، ولا تحت يبقى خمسه وسبعه علشان ادي مساحه اكبر لاكتشاف المواهب؟ معروف في الدنيا كلها ان المفروض كل ما بتنزل تحت القاعده تكبر يعني. انا دلوقتي ده في حاجه اخيره اضيفها وبعدين اخش بالتفصيل يعني في النقطه دي. مسابقه 2008 السنه اللي فاتت او سن ال 14 سنه ان هو يلعب يعني 11، كانت المسابقه 35 دقيقه والتغيير 8. ده مسابقه 2008. السن 2008 اللي هو السنه اللي فاتت كان يعتبر 2007. اللي هو السنه دي بقى 2008. 2008 السنه دي اتعمل ايه؟ اتعمل التوقيت 45 دقيقه والتغيير 3. ملعب كبير. ملعب كبير. طب ازاي؟ احنا بنتكلم في نقطه انا اتكلمت فيها كتير النقطه دي يا كابتن اسامه، وهي ايه؟ المشاكل اللي احنا بنقابلها لعدم التنسيق اللي لسه كنت حضرتك بتتكلم فيه مع الاستاذ غرابه. تنسيق بين الاداره والقطاع. انا بطلب حاجه واحده بس، التنسيق بين اتحاد الكوره ورؤساء قطاع الناشئين. احنا اللي ايدينا في الموضوع. انا ما ينفعش فجاه الاقي فرقه بطوله الجمهوريه 2007 تتعمل يوم جمعه والساعه 10 الصبح. طب قلنا يا جماعه عشان صلاه الجمعه، فالحمد لله بقت يوم السبت الساعه 11. بس الساعه 11 ده الولد ده هيصحى امتى؟ ومش كل انديه مصر بتصرف على لعبتها. هي دي النقطه الثانيه المهمه برضو. النهارده ولد 2007 ده، النهارده بما في نادي في اسكندريه ونادي في القاهره، وبنتكلم ممكن النادي امكانياته مش قادر يصرف على خمس فرق بيلعب دوري الجمهوريه وسفر وانتقالاته واتوبيساته ومبيته والكلام ده. النهارده لعيب الكوره ده هيصحى الساعه 4 الفجر ولا 5 الفجر علشان يسافر، طب هيفطر امتى عشان يروح يلعب المباراه؟ ارجع تاني نقطه التغيير يا كابتن اسامه، وفي نقطه فنيه محدش واخد باله منها. انت المفروض في البراعم كنت بتجبر الفرق ان هو يجي في الشوط الثاني يغير فرقه كلها. انت بتعمل ده ليه؟ انت عايز اكبر عدد من اللعيبه يتشافوا ويظهروا وتظهر مواهبهم. انت دلوقتي لما تيجي تعمل لي ثلاث تغييرات بس في قطاع الناشئين، طب ازاي؟ ده الدوري الممتاز يا كابتن اسامه خمسه، اوروبا خمسه ده الكبار. طب انا في الناشئين اللي هو المفروض هيتعب اكتر، مش هيستحمل الفترات، ودي مساحه اكتر. ما انا لسه بقول لحضرتك، ما انا قلت ابتديت بالبدايه دي. ان انا عايز الناس كلها اللعيبه كلها تتشاف. اللعيبه كلها تلعب. السن الصغير ده الولد اما ما بيلعبش يا كابتن اسامه انت بتشوف ساعات الدموع في عينيه. بس انت هتعمل ايه؟ فانت بدل ما تجبر المدربين، عامله بالظبط زي من مسابقه 2001 يا كابتن اسامه. معلش انا هخرج بس الحته دي. 2001 دي اتقال ان ده اهم جيل للكره المصريه في الوقت الحالي والمنتخب الاولمبي. طب تمام حلو. وفجاه قال لك طب مسموح ياخد خمسه من الفريق الاول. طب انا هنزل خمسه من الفريق الاول. طب 2001 ده مين اللي هيشوفه؟ مش ده المنتخب الاولمبي بالسن 2001 هو اللي هيلعب؟ انا المفروض ما كنتش نزلت حد من الفريق الاول. انزل ازاي حد من الفريق الاول لسن انا المفروض عايز اظهره عشان اعمل منتخب اولمبي؟ طب الكابتن شوقي غريب هيشوف اللعيبه دي ازاي؟ هيشوفها فين؟ بس في حاجه النقطه دي اختلف معاك فيها. لا اتفضل.
النهارده برضو تدي فرصه لعيبه الفريق الاول ما بتشاركش فوق انها تلعب. تاني حاجه مش هتلاقي معظم الانديه بتنزل خمسه، ممكن النادي ينزل اثنين لعيبه، يعني النادي الاهلي في كل مبارياته هتلاقي تنزل اثنين لعيبه من الخمسه او ثلاثه لعيبه في حد اقصى لو نزل مباراه عايز يجهز لاعب، بس مش هتلاقي الخمس لعيبه بتنزل. طب انا هتفق مع حضرتك بس هسالك انا بقى سؤال. طب هو حضرتك الفريق الاول هو ده اللي هممني دلوقتي ولا اللي هممني ان انا ابني اطلع اللعيبه؟ انا بظهر لعيبه يا كابتن، الفريق الاول ده اتقيد في الفريق الاول يلعب في الفريق الاول خلاص يا كابتن، ده لعيب بقى فريق اول. خلي بالك سنه 2001 دلوقتي ما شاء الله شايفين عدد كبير بيشاركوا موجود وفي مقدمتهم كمان انبي ده ما دي دي النقطه الثانيه، بس انا بتكلم فيها يا كابتن اسامه ان انت المفروض في الناشئين تكبر القاعده وتسمح لاعداد كبيره ان هي تشارك في المباريات الرسميه، ده هدفي من الموضوع. ان انا ما ينفعش ابقى اقول ان 2001 هو الجيل المميز للكره المصريه وفي نفس الوقت هتلاقي انديه، طب انت بتقول النادي الاهلي احنا ما بننزلش ولا لاعب يا كابتن اسامه من الفريق الاول، احنا بنحاول نطلع. الكابتن عندنا الكابتن حلمي طولان في الحقيقه عامل طفره السنه اللي فاتت والسنه دي، كميه لعيبه من الناشئين والحمد لله بيلعبوا وبيشاركوا اكتر من 15 لاعب يا كابتن اسامه من قطاع الناشئين. بتبقى سعيده يا كابتن محمد وانت قاعد وشايف ان الولد جداً. ده عندنا في القطاع ودلوقتي موجود في الفريق الاول وبيلعب وبيأدي واسمه ما شاء الله دلوقتي. صدقني يا كابتن في القطاع كله مش انا بس، كل القطاع كل المدربين بيبقوا حاسين ان ابنه حد كان بيربيه وبقى كبير وشافه قدامه، شاف طموحه اتحقق، فبتبقى بالنسبه لنا سعاده بالغه في الحقيقه. يعني شرفتنا ونورتنا يا كابتن محمد واستمتعت بالحوار معاك. ربنا يخليك، وانا متشكر كابتن اسامه وبشكر كل القائمين على القناه، وان شاء الله يبقى موسم خير علينا كلنا وعلى الكره المصريه يا رب. دايما نشوف قطاع الناشئين بنادي انبي كده ما شاء الله حاجه عظيمه دايما يعني. ربنا يخليك ويبارك فيك، ربنا يخليك. بكده النهارده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر ضيفي كابتن محمد اسماعيل، اتمنى له كل التوفيق في نادي انبي. ما شاء الله نادي انبي زي ما بقول لحضراتكم من اقوى قطاعات الناشئين اللي موجوده في مصر، دايما بيصدر لعيبه مميزه لمنتخب الناشئين والشباب والاولمبي، وكمان لعيبه موجوده في المنتخب الاولمبي. بشكر كمان فريق الاعداد النهارده، رئيس التحرير الاستاذ محمود شوقي، ابو حكيم ابو علم، احمد رشاد، علي توحيد، يسرى، وكمان مخرجنا المميز محمد دكرور. نشوفكم الاسبوع اللي جاي حلقه جديده من الاشبال. احنا ملوك اللعبه احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسال يا ابني علينا، الاهلي سيد القاره واتقال واحد فيها.